قعدت في الدار سمعت المراه كتعوض في الشنطير. يعني انت جالسه في الدار جالسه عادي؟ جالسه عادي كنقضى شغل. اش من وقيته تقريبا هذه؟ ايوا العصر بشويه. ايوا وسمعت اللغوات. انا حليت الباب لقيتها في الشنطير كتقولوا عتقور روح عتقور روح. والولد حداها. هذا ولد الولد ديالها. ولد ديالها ديالها. قال لي مول الطوموبيل هز ذاك الولد هذاك الولد هزيت الولد حطيتو حدا الحيط صافي مسكينه طاحت وقعدت. كيفاش لقيتيها الحاله نتاعها كيفاش دايره؟ الحاله ديالها مسكينه ما تشوف ما كان ما تشوف عامره بالدموع وراسها مسكينه بلا شاش بلا والو وخرجت بلا مشايه بلا حتاش غير هكاك كتشوف فيها بانها مضروبه عامره بالدم. ايه شفتها عامره بالدم وكتغوت في الشنطي ومسكينه وطاحت تحت جبت الكاشه زعما باش نحولها ل جديد. دخلتي للدار باش تجيبي لها الكاشه؟ دخلت للدار نجيب الكاشه وما بغاتش تنوض قالت لك لا غير خليني وليت غطيتها بالكاشه وخليناها. ربما راها في اللحظات الاخيره ديال الموت هذاك الشيء. اييه قالت لي مسكينه شهتيني. قالت لي شهتيني. قالت لك شهديني؟ اييه قالتها لي. هو مسكينه وشوي شوي على بيلانس جات ومشات لي. يعني بقيتي جالسه حدا حتى اين جات لا بيلانس اين هزها لا اين هزتها لا بيلانس مشات اللي دخلت للدار. هاد البلاصه ديال ولاد شكر واش كيوقعوا فيها بحال هاد خمسه هاد الديور خمسه هاد الديور هذا هاد لافاس كاع جاوا كاع الشفار راه شي يقلعوا له الخواط ديال الضو شي هزوا له الفلوس شي لا اله الا الله. يعني كنت تعرضوا للسرقه؟ اي وراه ما كان غير انا دروك في هاد الموضه. يعني انت اللي ساكنه غير انا اللي ساكنه في هاد الموضه حتى انا دروك والله والله والمجمع ديالكم ما كان نعش ما كان ناكلش ما كان نشربش ملي سمعتي ملي سمعت الشيء والو خفتي لا اله الا حتى انا لا اله الا الله سيدنا محمد الرسول. يعني كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في ان الجريمه وقعت يعني غير هنا غير في الضفه ديال السيده يعني قريبه لها تقريبا بواحد ال10 متر تقريبا ساكنه غير هي والرجل نتاعها وساكنه هذه. ما كان الرجل مات. لا ماشي انت. نعم. اللي وقعت لها الجريمه خيار. وبالنسبه للسيده ساكنه بوحدها ربما واش مع العائله نتاعها ومع من ساكنه شريف؟ انا اه. مع ولدي ساكنه مع الابن ديالها يعني جوج الناس في طريق وحده. كيفاش هاد الناس غادي ما يتعرضوش للسرقه؟ كيفاش هاد الناس ما يتعرضوش للجرائم اللي هي كبيره؟ ها هي جريمه اليوم وقعت لي خلات اثر نفسي كبير في هاد السيده اللي كتقول لك ما شفت نعاس ما شفت حتى حاجه وفي الليله ديال غادي يصبح ليله القدر وفي عز رمضان ومهرسه في رجلي نجيك ما كديتش النوض